ربما تتذكرونها أو ربما لا. هذه الصورة شاهدتموها عندما عرضت لأول مرة العام الماضي بمتحف الجهاد بمناسبة ذكرى 11 ديسمبر. الصورة وهي حقيقية تحمل في عمقها تاريخا. هي امرأة يقولون عنها إنها المرأة الملحمة، امرأة قبل أن نقص قصتها نقول إنها استشهدت عام 58 بمنطقة المالبيض ولاية تبسة. صورة هذه المرأة ألهمت فنانا جزائريا فوضع لها لوحة فنية تكاد تتكلم من صدق التعبير. اللوحة استوقفت كثيرا من عظماء هذا القرن من داخل وخارج حدود الجزائر. الرئيس الراحل هواري بومدين وقف ذات يوم أمام اللوحة وقفة للتأمل في ملامح امرأة ضربت ذات يوم ضابطا ساميا في الجيش الفرنسي ضربة فأس. كان يعني عندها صدى كبير سيتي اللقاء مع بومدين، لان بومدين اللي ما ديديكاسي دي زوفر كو جي في بوندون لا غير ليبراسيون ناسيونال، وهو اللي دش المعرض تاعي في القبه في الوقت ذاك كان متحف الثوره، وين هضرنا بزاف على المراه والكوراج في الوقت ذاك. قال لي يلزمك حتى انت تهز لهاش هاش اخر، مي فريمون كونت اون فوا لي زوم دو غروند وحده كيما بومدين كي افولي. بومدين قال لي لا فام المراه الجزائريه، يعني عملتي مليح كي صورتي المراه الجزائريه. قال عنها الرئيس الراحل شجاعة هذه المرأة كانت مثالا لكل الجزائريات لإخراج الاستعمار الفرنسي من الجزائر وبناء دولة مستقلة لها كرامتها وعزتها. صورة المرأة الملحمة تحصلت أيضا على جائزة أحسن وثيقة تاريخية السنة الماضية. كان واحد مناضل اللي بدأ الثور، مش بس ثورة، قلت من فضلك أعطيني التصويرة. قلت له هذه راني أثرت فيها، ماذا بيا نحكمها للتاريخ فقط. هذه الصورة جالت عواصم العالم وأوقفت أمامها شخصيات عالمية. المعرض اللي تدعي عليه الجائزة على المرأة هذه نتاع الأخرى ستي في اليابان، وين حضر ولي العهد لدرك الامبراطور هو الوزير الاول اللي مات تاكيوميكي، وين اديت عليه الجائزه ابارتير دو لا فام. هذه الجائزه هذه نتاع نيكاكاي سيتي في 75. بعد عملت معرض في الفيتنام ومعرض في اندونيسيا، معرض في سريلانكا الى اخره. اول معرض تاعي في الصين وين اللوحه هذه ثانية وقعت سي لا بروميير ريفوليسيون كولتورال شينواز 66. المراه هذيك هضرت معها سيتي مع مدام ماو تسي تونغ سيتي على اليونيفرسيتي دو شنغهاي. هي كانت تقود الثوره الثقافيه في الجامعات وين عملت معها دي رونكونتر في الوقت هذاك. هضرنا على باسكو جي اكسبوزي نماذج اللي خدمتهم في حرب التحرير في وقت فانو نتاع المرأة هذه في اليونيفرسيتي دو شنغهاي في 66، وعجبتها مليح. هضرت لي على الدور الثاني نتاع لافام كيف كانت يعينوا في الثورة الجزائرية في الوقت هذاك. قصة المرأة الملحمة تبدأ من هذا المكان بهذه الجبال وراس المامشة حيث كانت تسكن الشهيدة. اسمها مهنية بن جدة، استشهدت في وقت واحد مع زوجة عمها عائشة بن جدة، وهو مكان معروف بكثرة الضغط الاستعماري عليه لكونه منطقة حدودية واستراتيجية بالنسبة للثورة الجزائرية. المنطقة هذه تعرفوها باللي منطقة استراتيجية من حيث الموقع الجغرافي للثورة، يعني موقع جغرافي للثورة الجزائرية وللنضال الجزائري. في هالمنطقة هذه تحول كل الدوريات اللي تتقادم من الحدود التونسية الجزائرية ومن الخلف للمناطق والولايات كخط مرور ذهابا وإيابا. هالمنطقة هذه معروفة من قديم بالعمل نتاعها الثوري، وكانت تحت مراقبة الاستعمار باستمرار. التموين اللي يجي من تونس يتعشى هنا، واللي يجي من خنشل يتعشى هنا. ثلاث بيوت وعندي الهيه والتموين هنا والهيه.
التمويل تاع الجنود نتاع الجنود نتاع الجيش نتاع الجيش نتاع الجيش وامي الجيش راه ما انقطعش من هنا خلاص هما مركز محطة للجيش التحرير الوطني عندنا دورية في تونس تجيب لنا في الكرتوش باش نشتروا الكرتوش نبعثوا الدراهم وعندنا مراكز تم في تونس باش يشتروا الكرتوش ويوزعوها إذا هذه المنطقة هذه الحدودية هذه كانت تقريبا يعني هذه هي المهمة تاعها نحن المهمة الكروساج مع الاستعمار والمهمة تاعنا عندنا دوريات وعندنا مراكز في تونس يشتروا الكرتوش ويجيبوه ونوزعوه لوراس الولايات والسمند وإلى آخره وعليه كان على فرنسا إنشاء مراكز مراقبة عبر الحدود لترصد كل نشاطات وتحركات المجاهدين والمدنيين هذه البقعة هذه كانت كمراقبة للجيش اللي أنا كان لهيه وكانوا أصحاب التيراج لهيه وقت اللي كانوا يتيروا وقت اللي هذوما من هنا يراقبوا المجاهدين وقت اللي يشوفوا المجاهدين عبارة كما نقول ضربوه ما ذوك يضربوا المجاهدين يكونوا كما نقولوا على اللي صار يقول لهم لا بده ينكبوا على اليمين ب 100 متر ولا 200 متر ولا إذا يحصلوهم البقعة بالضبط باش يضربوا فيها المجاهدين وهذه البقعة هذه كانت هي أول بقعة لهنا اللي وصلها كان طويل العمر باش يمنع كاين مركز بن حليم وكاين مركز البراكة هذم اللي كانوا يدافعوا على الحدود هذية الحدود تونس ما يخلوش المجاهدين يتمر من هنا وكانوا كان واحد اليطنة اللي هنا يطنة مشهور يسموه اليطنة فايس حاكم المركز هذا وهو اللي المراكز الأخرى تحت أمره في هذا المكان بالضبط المكان المسمى بحيرة الأرنب أو عين زقيق كانت مهنية وعائشة تعيشان المنطقة كانت معقلاً من معاقل جيش التحرير الوطني من هنا فكرت القيادة العسكرية لجيش التحرير الوطني في البحث عن أماكن أو مخابئ لثوار جيش التحرير كان من بين هذه المخابئ بيت أسرة الشهيدة مهنية هي المخابئ أساساً تكون في أماكن مخفية وفي أماكن صعبة ويكون على رأسها ويشرف عليها مناضل عنده كفاءة نضالية ونشاط ويكون عنده السيطرة على السر هذا بن جدة صالح بن عمار كلفته القيادة بهذه المهمة لأنه هو مطلع على الأسرار كثير ومطلع على أعمال والخدمات نتاع جيش التحرير والاحتياجات نتاعو باقي القيادة محتفظة على الشخص هذا باش يستمر في المهمة نتاعو طبعا كان ماهوش وحده تكلف نتاعو هو يشرف ولكن عنده مساعد مساعدين مش مساعد واحد المساعد الأول اللي يعتمد عليه في غيابه هو أخوه الحاج طيب بن جدة وكاين فيه شخص ثاني هو حمد بن الأخضر هذه الأماكن هذه من كثرة المرور والتركيز من طرف الاستعمار عليها أصبحت هدف مراقب باستمرار طبعا هي مركز ماهيش مركز مرور فقط مركز استقامة والإقامة معناها استقامة النظام والإقامة
الفردية. مش الطبيعة بالمنزل نتاع بن جدة صالح وبن جدة طيب الحاج. واش على واش مشت البيعة هذه؟ واش البيعة هما مركز محطة للجيش التحرير الوطني. ومنظرين يلموا في الإعانات ويلموا في الألبسة ويجيبوا في التموين ويجربوا في الأخبار من تبسم المربي من الشريعة من بير المقدم من بير العاصمة. ومشت البيعة نابت القوة الفرنسوية من المربي يطلع فايس. وجو متعينين للبلايص هذوما المكان للدكان المكان نتاع دوار بن جده بكملهم يعني حطوهم في القتل وفي الضرب ما قروش. المنطقة أصبحت تحت مراقبة مشددة ومستمرة من طرف القوات الاستعمارية لكشف مخابئ الأسلحة والمجاهدين. وفي إحدى عمليات تمشيط للمنطقة كان يقودها الضابط الفرنسي فايس تبدأ فصول الدراما إلى أن تغتال مهنية عارية ومعها زوجة عمها عائشة. نحن الوقت منين جانا راهي خرجت السلطة جو الكمبيوترات جو الجهة هذه جو طالعين من هنا وجو على الذراع هذا على الذراع هذا والكمبيوتره الاخرى جات حطت هنا عندنا نحن في فم البيت. منين جو جو من جهه المالابي منين جو خرج الحاج عمي هو خرج لهم هكا نزلوا منه زوز من الناس الحاج قودوا ادوه ادوه للداموس ونحن قعدنا في البيت وانا ادوه للداموس دخلوه ثم وجو منين جو لقينا نحن في الثلاثيات قاعدين كيما هكا جا ديريكت جبد من عندنا مهنية طفلة جبدها دار يديها الدار قال لها روحي معايا للدار. شكون هي مهنية بنت عمي؟ مهنية بنت عمي منين جبدها داها راني قلت ليه ما تمشيش بس تحق تهضر لها هضر لها هنا. ها جبدها ها تسيب ما تسيب هي ترعي وانا هو جبد وانا جبدت الوقت وانا جبدت راه دور ضربني بيدو زوز مرات وزاد كمل لي برجلو منين كمل لي برجلو راني ترفنت انا وياه طيحته الوقت وان طيحته راني ندهت في النساء قلت لهم اضربوا وان شفناه في الشله على روحه تعاوننا عليه كله وحده بالعمود وحده بالفاس وحده بالرزام. كي بدت تروج في صفوف جيش التحرير انها اول مراه تضرب ضابط فرنسي بشاغور لاش سمي انا عملت لا فام لاش في الوقت هذاك سيتي كلك شوز دو سي لو كوراج دو دو لا فام الجيريان سي كلك شوز دو غرانديوز. من بعد لا تيليفزيون فرونسيز بديت نحكي له على لا فام هذيا قال لي سي دو سينما يعني ما صدقش هذه سي دو سينما قلت له باسكو سي دو سينما انا جتني قد باش نحب نسمع اما جبت انا عمي من هنا يا كان العسكر جا دهمنا وجو لقاه من دول هاي من وقت وانا ضربوا فيه لقاه ملقوه مندود مغموم بالدم حتى الدم نتاعو مسخنا نحنا ضربناه نحنا نور وزاد ساط عليه الكلب خرط عليه كلاه الكلب ادوه لهيه داو فيه وهزوا الرجال وجابوا الكلاب معاهم وجو بصلهم وجو الكلاب يحوسوا ويطلعوا فوق الديار ويهبطوا ونحنا منين شفنا العسكر راح وهزوا الرجال اجملنا نحنا نسى هزينا روحنا ورحنا غادي تلضربي أجملنا ننسى كل ثم أعمال عشية يجي الوقت هذا ولا قدام شوي هما كانوا علينا بحثوا وان هو الكلب اللي كلاه وان هو الرزام وان هو الفاس هزوهم لقطوهم هزوهم وهزوا الشايب وهزوا القطف والدنيا كاملة هزوهم خلوا لنا حد شيء والبقية فروا عليه الليسانس شعلوه وراحوا نحن خلونا ربنا كريم في الليلة رانا هبطنا هزينا على أرواحنا هبطونا الجنود وشبينا فاك الجبل هذاك متاع هرت بوجلال فمش ما لمونا لهالي لمولنا شوية فش باش تغطينا وفش بتنا وقاعدين ثم حتى نضع لنا ربي لمينا فش سطر. نصل إلى قلب القصة فمهنية وعائشة اللتان اغتالتهما يد الإجرام الاستعماري ليستا هما اللتين ضربتا الضابط فايس بالفأس لكنهما تكتمتا لعدم الإبلاغ بأن زينة التي ضربتها
كان واجب التضحية يملي عليهما ذلك رغم كل وسائل التعذيب التي سلطت عليهما في زنزانة فايس. ايه الحبس هنا هلا في البلاصه هذه البرج، هذا البرج تاع الحك تاع فايس القطنه فايس. ايه الفطنه فايس هنا والخالات وخرشين هنا وكيهزوهم كيهزوهم هزوهم ودوهم ودوهم وخرجوهم من هنا. قلت لي باللي كان عندك خالك. اه عندي خالي عمل في الحبس هنا قال نستقر فيه يتراغم مساكين قال سيبيهم العسكري يتراغم يا بابا فايس يا بابا فايس هو فراش مساكين يضرب فيهم بالمواس. جيت عطليت عليهم لقيت زورهم كلهم سرقه بالمواس. كما كانوا يضربوا فيهم بالمواس. فيهم بالمواس العسكر. البلاصه هذه هذه البلاصه اللي نحن فيها. هذه هذه البلاصه. هذه كلها هذه كلها كانت هذه كلها كانت ديار جمله تاع سيلونات. سيلونات؟ اه سيلونات. واللي تحكموا اللي تحكموا يقتلوه يدكوه هنا في البلاصه هذه حتى يشنقوه حتى يموت. كاين قواطين. كانوا قواطين من هنا في الفارك هذه كلها قواطين تاع الحبيس. واخرى من هنا. قشا غير قشا كان عملوا البركة. كان العمل اللي فات بركة. كان العمل اللي فات بركة هذيك كانت في الناس ساكنة فيه. في وقت الثورة كان. وكي قشعوا من هنا جبدوا العباد من هنا وخلينا موتها. اي من وراء حاشية الواد من هي. وخلينا دفناها يهزوا بالعشرة وكذاش يردموا قلت الشجرة هذه. يردموا فيها وكان بير هنا ثاني يلوحوا فيه. في الليل خرجوهم فلان وفلان ويدوا يقتلوا. خرج هكا بالعشرة بالست ويدوا يلوحوا في البير يقتلوا. البير. البير هنا بعد. اه البير هنا. وخليني حفر حفران قبه البرج قبه شجرات ثم مضرب يحفروها كيف الطنق وبعد شلون يردوا على الطراق. هنا في هذا المكان كانت توجد زنزانات فايس آثارها ما زالت شاهدة على جرائم ارتكبت في حق الشعب وهذه بقايا عظام من استشهدوا في هذه المنطقة. مهنية وعائشة عذبت بالكهرباء بالضرب بالاعتداء ليتم في الأخير تقييدهما بالأغلال عاريتين. مهنية وعائشة ذبحتا في هذا الواد واد حسناوي محمد. تمر 34 عاما على استشهاد البطلتين لكن سكان المنطقة يتذكرون القصة بأدق تفاصيلها كما لو أنها حدثت اليوم. يتذكرون جيدا فرنسا كانت تنتقم من النساء. نحن نقعد كذا الكوفة خرج من العسكر تاع فرنسا خرج من الابيض. ايه خرج حبسه كحبسه راح نزلوا الكهرباء عقب هنا ونزلوا راح حاجة حاولوا هزوهم وضربوه وتقابلوا عليهم وضربوا من الواد. انا كيمس كي حافوا كيمساوا وقعدنا نتفرجوا على القصه واش هي الحوف الواد. قعود البرا للسمس. حارجين مانا ديما تخش علينا الرعاة. خارجين ديما البرا. مالك نتفرجوا جت الكماين هبطت شي احمر في الواد. ومشوا منا تي فزعوا منا تي يقولوا شي هالشي اللي هبطوه يلقوهم نسوح الشيك مذبوح. فزعوا اللي بغاه هزتهم عقبت منه ويلقوا حتى ما حرمتهم مدرمه بالدم جابوه شرق جابوه الزر وقلنا لهم الدورد. لكن شفنا العسكر مشى بكري ما بيناش نجو وقت اللي شفنا حموريه من هي حاطينها قلنا ذي غراير ولا وشية خليناهم حتى مشوا ولا جيبوا والكمايل تاع العسكر كي جينا نلقوه نلقوهم وين لقيتوهم هنا؟ نلقوهم هنا مذبوحين البلاصه هنايا يعني اي مذبوحين هنا في البلاصه هذيا وحاكمين بالمحزمه اك على ظهور بعضها ومغطينهم بكبوت تاع عسكر اي كبوت تاع عسكر
كي جينا عاد جبنا زوز بغال وجبنا لهم ميسانات عمد حشيك هزيناهم وديناهم تبناهم خلينا حتى هما دوروا مشوا نحن جيت جينا نجاروا وكي وصلت لقى الخالات رغيت كل شعر يرسل قلت لك عاد نتا لقى المحزن مساوي ولا حكمت ناحية المكان واحد وقلبت الطفلك على جهه وهذيك على جهه وقال لك مثلي مكتتين على قرازيه لكن حكم جت جبنا مشينا عاد مشينا بعثنا لبغال وشي لصالح وكله ساوي صالح يزوج هزيناها ودينا مع بعض لبغال يبك يزوج زوج على بنت فلانه بنتي طلعت عاد على البنويت المراه واحد لقى زور مكه مشرخ بالماس مشرخ هكا يضربوا فيه بالماس يضربوا فيه بالماس يمردوا فيه غادي هي العسكر سايبين العسكر يمردوا فيه بالماس فرعتوا فيها لقى مشرخ كلهم عاد خالي حد فيها خالي عماه بالحبس اللي هم من هما في الحبس هو عماه في الحبس ايوا واش كان يحكي لك؟ يحكي لي قالوا جايبات مسيبينها في العسكر قالوا يتراغوا يعيطوا يا بابا نطلع يا بابا نطلع قالوا يتراغوا مساكين قال لين ربي كي راح العسكر اه طيشوهم لهنا وراحوا الوقت اللي جينا نلقوهم مذبوحين نحينا لهم مكتفينهم في بعضهم ساكن ذبحوهم طلبنا لهنا تي زوز بغال تاع جماعه توانا وجبنا واحد النصيب نتاع غاشي حزيناه مديناه منين جبانه ربشنا لهم القبور كاين واحد لسان يقولوا له سي رمضان حميدية شيخ هو ثم يقري في التلامذة في جبانة في هاك الوقت سيدي نحن قلنا له كيفاه قال لا يدفنوا في القش نتاعهم يسموا الجنود ضربوا على الوطن نتاعهم على دينهم يلزموا يدفنوا كيما هكذاك فاك القش هذاك سيدي نحن فاك الساعة هذيك كان من يتحدث قال معاهم سي صالح هذا بي طفلة والعائلة هذيك مرت خوه كان مسحور في تونس هذا من الناس اللي يفهموا سي صالح قال جماعة يلا العمل على ربي من تكلم قال راع على الطياس كي هكا هذا لو كان يتكلم قال لا ما تدفنهمش هذا خي الراجل هذا كان يدفن معاه اللي يدخل معاه من الحبس جا خليناهم جا مس علينا مسكين مش من تمسيس كان استجاعة رعى لهم هما في القبر كب عليهم بالوحدة قال شكرا ما زالت رجال وما زالت الأسلام فرنسا تراعي وأخرى هاي في الجبل نتاع الغريرة وأنتم ما تدفنوا فيهم وقلنا له ما كان حتى حياة المرأة تقول يا ديني خلي عيسى الراجل واش ما زال ندفنهم كل شيء بك ولو نموتوا معاه نحن الآن في طريقنا إلى المقبرة المقبرة التي دفنت بها مهنية وعائشة العم هذا من النساء اللي هنا في زوز واحده هنا وواحده هنا مسميتها هذه الشنتيه وهذه المراه وهذه الشنتيه اللي هنا مسميتها الفضه هذيك كما يقولوا ناس بكري ونقويس وهكا الوحايد هذوك ونحينا مشوارها محرمه صدادير تاع راسها جمناهم بها حتى جاء شيخ شايب سي صالح الله يرحمه يرحم الجميع قال ما كان عليها نفتشوا لهم على ندفنوهم في الستر نحن نقولوا ندفنوهم في قشهم مجاهدات ضربوا على دينهم ما راهم مجاهدين متحملين بالسلاح سيدي معليش هزك الحويجات هذوك دفناهم فك الساعه هذيك في بكلش نتاعهم في سنه 58 58 بالقرن الشهداء هذوما النهار اللي سيتم فيه طلعناهم حاضرين ليهم من طلعوا وديناهم لعين زقيق العين زقيق تفنتو عين زقيق طلعوا النساء هذم الاثنين الطفله والطفل ومرزوق بالقاسم وابراهيم ونيس الحاج والرب بالقاسم وحتى بعد دفنهما فايس لم يهدأ باله عاد إلى أسرة الشهيدتين ليمارس عليها كل أساليب التعذيب والتنكيل الأسرة كلها ما زالت تتذكر سنين الجمر أه
ادوني علقوني في التريسيتي، داروا لي التريسيتي في وذنيا، داروا لي في بزازيلي، وعلقوني فرغوا عليا في الماء. ما عادش نظن الطبيب اللي نمشي له يقول لي من التريسيتي. كثرت الماء ما عاد خلنا مراه وراجل كل. ومن بعد هذا نهار اللي جت الواجهه هذه نتاع الدكان تاع عين زقيق مات فيها 170 هزوا وحوجونينا هزوني ما وش من عام؟ عام 57 نهار 13 اوت ودو 8 جنود وانا عمهم التاسع هزونا من هنا مكتفين لليوطنا فايس كي وصلنا للمالبيض دخلونا للسيلون جا فايس داخل ضربني من هنا حتى تقلبت خرج دم من فمي وخشمي وذنية بيتنا ثم الصباح هزونا التبسة ما لا راني قعدت شهر ما ظهرش بعد شهر هم خرجوني نخدم خدمت 24 شهر وخرجت كي خرجت نقول فمي لك كل راح واللي مات مات واللي اتخذ اتخذ واللي راح راح. هؤلاء المجاهدون جاءوا للإدلاء بشهادتهم حول قصة المرأة والفأس. في المالبيض جاني الخبر نتاعهم أنا في السجن. أنت في السجن؟ أنا في السجن في ذاك الوقت، جاني الخبر نتاعهم قالوا لي النساوين نتاع البجدنية راهم ماتوا. ماتوا. جاني الخبر هكاك يعني هو خبر الليل بالليل وخبر النهار بالنهار. يجوا المساجين ثم قالوا لي. فرنسا وقت اللي كانت حكمتنا القطع علينا القبض في السبيطار تاع تلابت. فيما يخص العذاب كان تعذب فينا في عذاب ما لا شفق ولا رحمة يعني من تمام العذاب عذبتني حتى لين شعلت يدي بع الفرن وعملت لي بروش مسامر في كوف يدي وتعذب فينا بالماء وتريسيتي وكان في الوقت ذاك جملتنا نحن رفمي كان محمد بن جدة وعلي بن جدة بن بلقاسم كانوا معنا في أكاف والأكاف إلى حد الآن توجد زنزاني توجد في تبسة أو تحت المستشفى نتاع تبسة يعني العذاب اللي عذبتنا فرنسا يعلم به إلا علي العلاء. كي ماتت أنت وين كنتي في الوقت ذاك؟ ما لحقت على ولدي تبليسي مجاهد تبليسي لحقت عليه. وين لحقتي عليه؟ لحقت عليه في تونس. كنت في تونس. إيه. كي على كل حال انت كي سمعتي بنتك ماتت وين كنتي ثاني في تونس؟ اي ما زلت في تونس. اي وعلى كل حال كي عشتي وقت الثوره وكذا وبعد الاستقلال واش تقول يعني في موت بنتك هذه يعني؟ من ثم انا نايا في الهم الانهار تو منها هي يعني تو في طرعي فيا منها هي مات على الدين متاعها ومات على الوطن متاعها مات على الدين متاعها ودفعت على الدين متاعها ودفعت على الوطن متاعها مات شهيدة ربي يرحمها. هزوها أنا يعني نبكي تبكي طايشوني هزوها وحطها في الطايش. صغيرة أنت؟ كنت صغيرة خلاص في عمري 6 سنين. أنا يا ثم صغير في عمري 4 سنين خلتنا في زوز أنا وبن جدة الزهرة أنا صغير أقل من زهرة خليتنا في زوز جيت الكبتيرة هزتها كنت طفل صغير. ماتت على الوطن وماتت على دينها دافع على الوطن وعلى الدين تاعها ماتت شهيدة ربي يرحمها. ذبحوا مساوين وشعلوا اللي كان راني جيت نرجع نلقى السيران داير ما لقيت منين نجي عملوا اللي كان راه مقضوا على النساوين وخلوا الدري قاعد ويتامى ولا تعيش. الجزائر قطعة قدسية في
في الكون لحنها الرصاص ووقع وقصيدة أزلية أبياتها حمراء كاد لها نوفمبر مطلعا نظمت قوافيها الجماجم في الوغى وسقى النجيع رويها فتدفعا غنى بها حر الضمير فأيقظت شعبا إلى التحرير شمر مسرعا جهلوا الجزائر أنها قالت أريد وصممت أن تلمعا ودر الأولى جحدوا الجزائر أنها ثارت وحكمت الدماء والمدفعا إني رأيت الكون يسجد خاشعا للحق والرشاش إن نطق معا إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد زغردي تصرخ الدماء يا عذارى واهتفي ترجف السماء يا حرائر واخفقي يا بنود تخفق لك الدنيا ويغمر سناك أرض الجزائر لا حدود لا مذهب لا افتراق لا جدود لا نزعة لا عناصر وحدة الشعب في الجزائر ديني وحدة الشعب في الجزائر ديني بسوى دين وحدتي أنا كافر وطني جزائرية مش على حاجة صغيرة على وطننا وعلى مستقبلنا حتى وصلنا الدرجة هذه تشوفوا فينا تحت التراب من غير ما يشعر بينا واحد والرب اللي ورانا واللي قدامنا هو مشى. زينة عائشة مهنية بنات هذا الوطن عشنا له واستشهدنا لأجله استوقفنا التاريخ في لحظة ليصنعنا ملحمة كان هذا ذات يوم من ذاك العام الدرس كان في ديسمبر 58 فهل حفظناه؟ الثمن كم كان غالياً أحبك يا وطني